عملية التان أو تسمير الجلد هي عملية لتحويل لون الجلد الفاتح إلى اللون الأسمر أو البرونزي بعد التعرض لأشعة الشمس مباشرة أو عن طريق استخدام أجهزة التسمير الصناعي، حيث يتم تعريض معظم أجزاء الجسم للأشعة فوق البنفسجية مباشرة لعدة دقائق. طبعا هذا السلوك ضار تماما لأنه يسبب ازدياد معدل الحروق الجلدية بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يزيد من تصبغات الجلد كالكلف والنمش ويسبب تباين بلون البشرة، يسرع ظهور التجاعيد الدقيقة ويزيد من احتمال إصابة سرطانات الجلدية.